نظمت مجموعة الشباب الأحرار في مخيم البقعة المهرجان الوطني الفلسطيني الرابع للأطفال تحت عنوان القدس عاصمة فلسطين الأبدية، وذلك بدعوة جمعية رعاية الأيتام من كافة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة وممثلي جمعيات خيرية ومؤسسات أكاديمية وحكومية. وتهدف الفعالية إلى توريث الفكر الوطني للأطفال وحقهم في فلسطين وزرع فكرة مقاومة الاحتلال وانتهاكاته، ومن جهة أخرى تهدف أيضا إلى دعم الأيتام وإشراكهم في فعاليات مجتمعية مع أقرانهم في المخيمات الأخرى. مثل اليوم بنشوف ما يعادل 2000 يتيم مجتمعين من عدة مناطق، هذا يعني يعتبر جهد ضخم جدا، فواجب أن نكون متواجدين وواجب أن نحتضنه برغم أنه بدون مقومات من أشخاص لا يمتلكوا أي إطار حقيقي للصناعة لكن عندهم قرار الصناعة. انطلقت فكرة المهرجان الفلسطيني للأطفال الأيتام كنوع من الإنسانية بداية. الأطفال الأيتام هم فئة مظلومة من نوعين، النوع الأول حرموا من وطنهم الأم وهو فلسطين، النوع الثاني حرموا من أحد آبائهم سواء الأم أو الأب. فالفكرة في البداية جاءت إنسانية لتخدم هذه الفئة المعينة من أطفال المخيمات،